اهلا بيك مره ثانيه كابتن هيثم، يعني متواصلين معاك في تغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، ومتواصلين دلوقتي معانا كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن رؤوف، يعني برحب بيك في البدايه، ودايما ورا كل فرق النادي الرياضيه في اي مكان ومعانا هنا في اسماعيليه متواجد وحريص انك تكون موجود مع الفرق المختلفه. اهلا بحضرتك ومسي على الكابتن هيثم السعيد وعلى ضيوفه الكابتن عمرو صابر والكابتن علياء. يعني النهارده حضرتك متواجد، يعني رايك الاول في ماتش الاهلي وسبورتنج نهائي المرتبط، يعني رايك في المباراه؟ حضرتك كنت حريص انك تتابع المباراه من بدري. يعني هو الجو العام اللي موجود هنا مش مظبوط، فمش مخلينا حاسين باي فرحه ولا اي احساس. يعني انا احساسي النهارده لما بلعب نادي سبورتنج وهو ناقص كتير جدا من اللعيبه بتاعته، صحيح انا المفروض يعني انبسط كنادي اهلي ان انا كسبت، لكن النادي الاهلي تملي يعني حريص ان هو لما بيكسب بيحب تملي بيكسب والفريق اللي قدامه بكامل قوته. فهل يرضي حد ان مثلا فريق سبورتنج يلعب ناقص بالطريقه دي؟ ليه؟ لان احنا نفس الوضع احنا شاربين منه بالنسبه لفريق الرجال. يعني هل الوضع النهارده الماتش اللي هيتلعب دلوقتي كمان نص ساعه ولا حاجه، هل من اللائق ان يعني النادي بيبذل قصارى جهده ان يبني فريق باسكت يليق باسم النادي الاهلي علشان يحرز البطولات؟ فهل من اللائق ان انا العب يعني التدعيمات اللي انا جبتها سواء السنه اللي فاتت ايهاب امين او عمرو الجندي او عمر طارق عبد الفضيل ومودي، يعني العب من غيرهم النهارده؟ يعني انا مش عارف اقول ايه، ولكن اهم حاجه اللي انا عايز اقوله اللي يهمنا دلوقتي كمسؤولين داخل النادي الاهلي هو الحفاظ على اللعيبه بتوعنا واللاعبات. الوضع اللي هو موجود النهارده عشان العب ماتش المرتبط واحنا طلبنا امبارح ان احنا لا داعي للاستعجال وان احنا ناجل مباراه المرتبط والدرجه الاولى لغايه نتيجه العينات اللي اتاخدت ما تطلع، لا ما حصلش ولعبنا المباراه. وللاسف وبعد ما انتهت المباراه بتاعه المرتبط اللي فاز بيها النادي الاهلي تطلع نتيجه العينات اللي اتاخدت باصابه 9 من لاعبي نادي الاتحاد من المرتبط. فالنهارده ايه اللي انا بعمله هنا؟ غرفه عمليات على طول اتشكلت بالاتصال باداره النادي وبمجلس اداره النادي الاهلي. اهم حاجه الحفاظ على صحة أبنائنا، علشان كده خدنا قرار فوري بعودة فريق المرتبط للرجال فورا إلى القاهرة، لأن طبعا لعبوا قصاد فريق فيه 9 إصابات، فبالتالي أكيد أكيد حصلت عدوى. فأهم حاجة الاتصال باللجنة الطبية وقررنا عودة الفريق وعمل عزل لكلهم لكل فرد من أفراد الفريق وعمل مسحة في خلال 48 ساعة ليهم تاني عشان التباين مين اللي اتعدى منهم. النادي الاهلي حريص على استئناف النشاط الرياضي. النادي الاهلي اول من نادى السنه اللي فاتت في عز الجائحه ضروره استمرار الرياضه، واحنا ما زلنا بنشجع استمرار الرياضه، ولكن على الاتحادات ان هي تاخد الاجراءات الاحترازيه اللي تحافظ على صحه اللاعبين، لان دول اهم حاجه في المعادله كلها. المعادله الرياضيه كذا عنصر فيها، العنصر الأساسي هو اللاعب، يجب المحافظة على اللاعب. فبناشد الاتحادات كلها ضرورة استئناف النشاط وضرورة ان احنا نكمل كل البطولات، ولكن مع الإجراءات الاحترازية. ومن حق اي فريق عنده حالات مصابة التأجيل. زي ما بقول مش معقول مجهود السنة والتدريب الناس اللي شغالة فيه علشان العب النهارده من اهم 5 موجودين في الفريق مش موجودين. طب فريق سبورتنج للبنات ينفع دلوقتي المباراه اللي انتهت دي برضو اهم 4 ولا 5 عنده ما يلعبوش؟ يعني اي حاجه بتتقال غير كده. يعني احنا بنحترم قرارات الاتحاد وكل حاجه، ولكن انا اللي يهمني دلوقتي صحه ولادي. انا موجود هنا كمدير نشاط رياضي للنادي الاهلي في الاسماعيليه، اهم حاجه غرفه عمليات كيفية الحفاظ على بناتي وعلى أولادي وإزاي أتصرف في الوضع اللي احنا فيه. فأنا بطمن جميع أولياء الأمور
ان على طول النادي يتخذ خطوات استباقيه على طول عشان هذه الازمه. تعالى حضرتك بقى على يعني زي ما بنقول قبل بدايه ماتش الاهلي وسبورتنج مرتبط سيدات، القايمه مش الفريقين مش عارفين يخرجوا القايمه، وفي اخر لحظه استبعاد اللاعبه هاجر لاعبه سبورتنج، يمكن اللاعبه انهارت من البكاء وخرجت من ارض الملعب بعد ما كانت بتسخن كمان. حضرتك دلوقتي انت بتأيد الكلام اللي انا بقوله، يعني لغايه اخر لحظه ان مثلا هاجر كانت بتسخن وان هي هتلعب وبعد كده يتم ابلاغها في اخر لحظه، لا انت العينه ايجابيه. يعني على ايه الداعي كان في السرعه كل ده؟ كان في ايه لو الماتشات دي كانت هتأجل لمده 48 ساعه ولا يعني كان لغايه ما نتبين نتائج العينات وبعد كده يتم تأجيلها؟ يعني احنا ما بنقولش توقف النشاط خالص بالمره، واحنا زي المره الثانيه بكررها، احنا اول نادي في مصر كنا بنطالب باستمرار النشاط الرياضي ولكن بتطبيق الاجراءات الاحترازيه والكود الذي وضعه وزاره الشباب والرياضه، واحنا ما زلنا مع الاستمراريه، ولكن المثل اللي حضرتك بتقول عليه ده مثل، هل ينفع لعيبه بتسخن داخل الملعب على سنة هتلعب وقبل الماتش بدقائق يقول لا انت عندك عينه ايجابيه؟ لا. والناحيه الثانيه كان في الصاله اللي جنبينا الصاله الصغيره كنا بنلعب ماتش الصغيرين بتوع المرتبط، بعد ما نخلص الماتش بدقيقه يطلع فيه 9 حالات ايجابيه في فريق الاتحاد، يعني انتوا احكموا. يعني كابتن عشان ما اطولش على حضرتك، الاجراءات بقى الوقايه اللي متبعه كمان مع فرقه الرجال السله بتاعه النادي الاهلي، يمكن مود الصغير وكمان عمر طارق كانوا موجودين في الفريق لغايه امبارح، يعني لسه نتائجهم طلع ايجابيه النهارده، هيبقى ايه الاجراءات؟ يعني انت قلت حضرتك المرتبط للشباب هيبقى فيه اجراءات والفريق هيرجع القاهره، الفريق الكبير بقى الاجراءات اللي هتتم معاه؟ على طول احنا على طول بنتعامل مع الحالات على طول، يعني واحنا بنتكلم خلاص في عربيه جت من القاهره وعلى طول الحالات بتاعت الدرجه الاولى اللي حضرتك ذكرتها بترجع على طول عشان يحصل العزل والمتابعه مع البدء بالعلاج بالبروتوكولات عن طريق الاطباء بتوع الفرق. يعني اخيرا انا عايز اعرف تعليق حضرتك على قرار الاتحاد ان ما فيش تاجيل غير لما يكون بلس 6 لاعبين، يعني 6 لاعبين فيما فوق الماتش يتاجل، غير كده الماتش ما يتاجلش. هو يمكن الحوار اللي انا قلته بيبين رايي في هذا الموضوع، هو عموما احنا النادي الاهلي تملي بيبعت وجهه نظر لاي اتحاد في اي مشكله بتحصل، ولكن النادي الاهلي بيحترم وجهات نظر الاتحادات ومع الشرعيه، ولكن دائما بيتبين ان وجهه نظر النادي الاهلي هي الصح في الاخر. فاحنا يعني بنناشد الاتحاد كره السله يعني علشان الدوري ينتظم، مش كل مثلا فرقه هتطلع فيها حاله او حالتين ممكن ان احنا يبقى ناجل يبقى كده دوري مش هينتظم، ولكن ان احنا ما نقولش ان هو من 6، ده بيقول لك اكتر من 6، يعني بنتكلم في 7 ازاي، واللي بيلعبوا باسكت 5 في يعني نحدد عدد معين لكل حاجه بس يتناسب مع طبيعه اللعبه وعدد الناس المسموح تسجيلهم في بدايه الموسم وعدد اللعيبه اللي مسموح تسجيلهم في ورقه التسجيل وعدد اللعيبه اساسا اللي بيبقوا موجودين في ارضيه الملعب، ودول يعملوا فورمولا دي كلها تقول كام؟ تقول في الاخر هو العدد كام؟ ف يعني زي ما بنقول اهم حاجه عندي دلوقتي بقى بعيد عن المكسب والخساره ولا اي حاجه هي الحفاظ على ابنائي وبناتي اللاعبين واللاعبات والاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه. كابتن رؤوف بنتمنى السلامه يا رب لجميع اللاعبين والتوفيق للنادي الاهلي دائما. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن رواحه عبد القادر.